فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهوى ومن الفتن ومن الشرور، دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى تهجده من الليل.